عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشيف روزي طبخ الحلويات، نتمنى لكم نهار مبروك، ونتمنى لكل الاخوه والاخوات يكونوا بصحه جيده اليوم. وباذن الله جبت لكم مشترياتي من اللحوم، وتقص طريقتي في تقسيم الدجاج، تقسيم الدجاج لشهر نوفمبر باذن الله. يعني كما تعرفوني انا المتتبعات تاعي يعرفوني باللي نشري انا مره في الشهر، يعني في البدايه تاع الشهر يعني تاع لابي يعني تاع الخلصه نشري، من ثم ما نزيد نشري حتى الشهر الاخر. يعني الناس يعني راه يعني الوقت صعب، كل شيء غالي، الناس يعني تعرف كيفاش تتقشف وكيفاش تقتصد يعني باش تقدر تعيش مع راه الغلاء، من اللحم غالي والدجاج غالي وكل شيء راه غالي. يعني هذه هي الطريقه. اليوم اش كيما تشوفوا يعني كما تعرفوني دائما جبت كيلو تاع خروف كيما كتشوفي فيه هنايا، ها هو هنا. انا نشري لي كوتليت، انا يساعدوني لي كوتليت احسن من نشري الهبره نيشان. فيهم ميزه انهم فيهم اللحم، فيهم الشحم، وفيهم العظم. يعني من عن تجربه نشري كيما هكا كيما كتشوفي كيلو هذا على مدار الشهر، ها هو هنا كيما كتشوفي نشري لي كوتليت كيما هكا. يعني نبين للاخوات، خاطر كاين بزاف اخوات كي تقولي شريتي اللحم يقعدوا يتفلسفوا، مانيش فاهمتهم انايا. ها هي وينا نشري انا كيلو تاع لي كوتليت كيما كتشوفي فيه راه يدير 270 ألف. انا شريتها ها وينا 270 ألف. انا هادو كي شريتهم قلت لكم على مدار شهر كامل. هنايا جبت وحده تاع الجلبان، ها هي وينا هذا الجلبان، كنت نجيب الصغيره بصح من دوك راه برد شويه الحال، يعني وليداتي يبغوا ياكلوا المرق الاحمر. يعني جبت ها هي وينا جبت كيلو، ها هي وينا هذه النوعيه انا جبتها مليحه تعجبني هذه، ها هي وينا هذا تاع اللوكال، هذه ماهيش امبورتي، ها هي وينا مليحه فيها كيلو، ها هي وينا كيما كتشوفي هنايا. وجبت ونجيب الدجاجه، انا دائما ندير كيها كل شهر ندير كيما هكا، بغا عندي الضيف ولا ما عنديش. انا الضيف كيجي عندي ندير له كيما ندير انا لوليداتي، ماشي شرط عليا اني يعني ندير له ميزانيه خاصه ولا. ها هي وينا الدجاجه هذه راه نقص شويه، راه جابها لي انا الزوج ب 55 في الكيلو، راه نقص كوميم ب 5000. هذه فيها قريب 3 كيلو، جاته ب 155 ألف، جاته 150 ألف، يعني أكدت معاه قال لي 150 ألف. هاي وينا قريب 3 كيلو، يعني ما شاء الله مليحة. هاي وينا كي نقولوا حنايا تنقيها ونقطع هذو وندير الجلبان في الكونجيلاتور تاعي. يعني كاين بزاف أخوات قالت لك ورينا الطريقة كيفاش تقطعي وكيفاش يعني تخدمي. نبدو باللحم الأول، يعني الاخوات باش يستحفظوا على ارباحهم، راه غالي كل شيء، راه غالي. من الاحسن للسيدات كي يجيب لها الزوج يعني من شهر لشهر بهذه الطريقه يعني تخدم. انا نعطيكم اسهل الطرق، انا ثاني الزوج تاعي غير موظف، يعني ما ماشي عندي قلت لك هي ماني لا وارثه ولا كاسبه. ها وينا نقطع على حسب ما نبغي ندير، نستعمل شويه دجاج وشويه لحم، وساعات نستعمل غفته تاع لحم وساعات نستعمل شويه دجاج. يعني الاخوات يعرفوا كيفاش يمشوا باسكو راهي كلشي غالي، المصاريف والدراهم راهي ما دير والو. يعني الاخوات بزاف كي تقول لك ديري لي، قلت لك يعني وريني كيفاش نخدم وكيفاش نقطع. يعني اسهل طريقه باش تقطعي ها هي وينه، هذه ديري كيما هكا، يعني شري مره واحده احسن من اللي تضلي تشري كل مره فتاتة فتاتة، وحطيها في المجمد. ها هي وينه، يعني اللي نديره في البقوليات نديره، واللي من يعني الحبوب واللي نديره في جواز نديره، واللي نديره في طعام نديره، واللي يعني نعرف انا كيفاش نمشي الامور تاعي، يعني باسكو على كلشي راه النار. يعني الاخوات بزاف طلبوا مني قلت لك قسمينا ورينا الطريقه تاع التقسيم، يعني كيفاش نمشو. هذه هي ديري كيما هكا وهني روحك شهر كامل. تقدري تشري دجاجه ثاني كبيره وتشري رطل ما فيها والو، شري رطل ثاني، يعني رطل تاع كيما هكا تاع خروف ثاني، شري رطل ما فيها والو وهني راسك. علاه تضلي ماناش نطيبو به كل يوم، صافي دير نطيبو غير مره مره. انا نطيب في النهار، في الليل ما نطيبش باللحم، انا ما نكذبش عليكم، انا جامي نطيب في الليل باللحم. يعني كيما هذو الطروفة صغار هذو انا نديرهم في مثلا في عدس ولا لوبيا ولا روز ولا نقدر نديرهم فيهم. يعني كيما كتشوفوا يا الاخوات يعني هاكا نقطع انا نساعد روحي. يعني السيدات يعرفوا كيفاش يمشوا. كاين واحد نحكوا له وحده الموضوع، كاين وحده شي الاخت قالت لك باللي
بعت، قلت لك بعت ذهبها، بعت ذهب، قلت لك بعت الذهب تاعها، قلت لك على جال زوجها ما شافها كان عنده مشكل، بعت كل شيء، بعت يعني قلت لك قدام ليها. دوك انا من بعد نقطعها هذه بالشفره. قالت لك بعت الذهب نتاعها، حاجه ما خليتهاش، كل شيء كاع اللي عندها اللي دار لها الزوج ويدراو لها اهلها، قالت لك بعته. قالت لك وسلك راجلها، قالت لك بصح ذروك، قالت لك المشكله، قالت لك اهله، قالت لك قاسوه ما يحوسوا عليه، قالت لك وما عنديش انا حتى حاجه وما عنديش حتى باش نرجع ذهبي. قالت لك يعني حسبي الله ونعم الوكيل، اهله قاسوه وضربوا النح وخلوني انا هكاك. يعني قالت لك يعني حسن العون، انا ما نكذبش عليكم في هذه الظروف هذو، ما نكذبش عليك. السيد كي يكون عند الراجل، كي يكون عند اهله ونلقاه يتبعهم، ما نكذبش عليك، انا ما نكذبش عليك، ما نخسرش حتى 20 دورو سورتو اللي يكون يتبعهم غير هو يسمع ليهم، انت كاع مهمشك يعني وما اون فانت كونت يعني تخسري دراهمك وتخسري رزقك وتخسري وكاع حدايدك اللي عندك تاع العقوبه. يعني السيده كرام يديروا لها الحدايد في عرسها، علاش ما يديروا؟ ما يديروهم غير بال كي نقولوا حنايا باش تلقاهم لعقوبتها، هذا هما نديروا معاك العقوبه نتاعها برك، ماشي تروح تعطيهم له اون فانت كونت يخرجوا يسلك وبعد اهله يولوا ما يستعرفوش بيك ولا ما على بالهمش بيك. يعني الاخوات الوحده ما تكذبش، عطوها ثاني نتوما رايكم. يعني صح يا اثرت فيا، سورتو وحده كي تبيع ذهبها وتعطي دراهمها وتعطي صوالحها اون فانت كونت، تلقى روحها صفر على الهامش، يعني تغيظ والله الا تغيظ. يعني انا ما نكذبش عليكم، انا الزوج اللي نلقاه يتبع دارهم غير هما، ما يسمع، ما هو مركز في داره ما والو، ما نكذبش عليك، ما نخسرش عليه، انا ما نكذبش عليكم، عندي قاعده ما نخسرش عليه. يعني هذه هي ماشي غي، انا كاين بزاف اخوات يعني يشاطروني الراي. دوك انت تبيعي كل شيء اون فانت كونت تشدي، قالت لك هي سبحه وتقعدي تقولي طفرت، يعني يا ربي ثاني في روحها ما يقبلش. يعني هذه هي، يعني اعطوها رايكم نتوما الاخوات. يعني انا قسمت لكم وبغيت نطرح يعني الامر نتاعها، المساله نتاعها، اعطوها رايكم. يعني باينه بلي حاسه يعني دوك واحد يكون تكون السيده بحدايدها وبحالتها وكل شيء اون فانت كونت، تلقى روحها قالت لك هي ايد ورا وايد قدام كيما يقولوا الشرقيات، يعني تغيظ. وسورتو ضربك، سورتو ضربك المراه اللي ما عندهاش حديده وما عندهاش يعني علاش تركز، والله العظيم يعني يكون في عونها. يعني انتم مثلا يعطوها يعني رايكم. ها هو انا شوف انا قسمتها كيما هكا، اللي نديره في طعام نديره، نزيد عليه شويه دجاج، اللي نديره مثلا في شوربه ولا نديره، وهذو الصغار كيما هكا ندير كيما قلت لك في عدس، في لوبيا، في روز. يعني انا باغي نمشي روحي كيما هكا في النهار، ماشي نشاط عليا غير في الليل. دوك ثاني نعاود نقسم الدجاجه نتاعي، ثاني نقسمها ونرجع يعني نحكوا في ذا الموضوع ثاني تاع واحد الاخت ثاني، ربي يكون في عونه. هنا الدجاجه ثاني نقطعها كيما هكا خصوصا للمبتدئات. انا نبغي نعطي فكره يعني ولا نظره للمبتدئات، على بالي باللي المحترفات يعرفوا يقطعوا ويعرفوا يديروا كلش، مي المبتدئات يعني حسن عونهم يبغوا يزيدوا يتعلموا. هذه هي يعني الاخوات قلت لك عقولهم في ريصانهم يعرفوا خلاصهم، يعني السيده ثاني تمشي بعقلها. كاين واحد الاخت ثاني قالت لك انا يعني بعت كي نقول حنا بعت حدايدها على بال ديروا هنا هنا راني دايره الملح وندير الخل. قالت لك بعت حدايدها ثاني، قالت لك بعت حدايدها على بال السكن، كانوا دايرين على سكن مش عارفه. قالت لك ومن بعد قالت لك يعني قالت لك دوك راهي حايره كيفاش ترجعهم وما عندها لا مدخول لا والو. يعني ها ما شو بنقول لك، يعني الاخوات ثاني يعطوكم نظره شو بغيت تقولي. يعني اصلا الوقت راه صعب ضروه، كي تبيعي حديدتك كي تبيعي حاجه كبيره تشريها ترجعي حاجه صغيره، يعني احسن العون الاخوات. عطوهم ثاني نتوما يعني كي تشوفوهم في لي كومونتير كيما هكا يعني يسالوا ويبحثوا، يعني يقولوا لهم. يعني كاين المسكينه اللي ما عندهاش معهم تهدر، كاين اللي ما عندها تهدر غير مع روحها، كاين اللي كل واحد. يعني رانا كاع نساو في بعضنا يعني ونعطوا لبعضنا افكار. يعني انا هذه القناه ثاني يعني نتونس بكم نتوما تونسوا بيا. الاخوات اللي كيما هكا ثاني عطوهم افكار، عطوهم افكار يعني باش كاين اللي بعت حدايدها وكاين اللي هناد ما كاين اللي كل وحده وكيفاش. شفتوا الازواج، وحده ثانيه قالت لك بعت كتقري، قالت لك هي استاذه تقري، قالت لك ودارت سكن هي والزوج تاعها، قالت لك وبقات لها في لافينيسيون، لافينيسيون حلف لها الزوج،
يعني عندها دراري معاه، حلف لها الزوج قال لها يا تكملي معايا السكنه يا ما تدخليهاش. يعني احسن عون المخلوقات، اعطوهم يعني رايكم ثاني نتوما، سورتو هذه اللي خدامه يعني يطمع فيها يحاسبها بقره وراهي تحلب. هذه هي هي هذا خويا خدمت معاه السكنه وكل شيء وجدتها، كي جات في لافينيسون قالها يا تكمليها معايا يا ما تدخليهاش. يعني هي بقى عندها ابناء، يا لازم ثاني دير المستقبل. دوك هي مسكينه تخرج لا تريت تلقى روحها دورو مش دارتها تحت غير ديك لابي. يعني الوحده ثاني شويه يعني اهلها وجدوها ماشي باش يلقاها هو بقره الحلوب. يعني هذا على هنا راهم يعطوني هذا يعني في لي كومونتير يعطوني هذا الاسئله يقولوا لي هضري لنا عليها. يعني ساعدوا اخياتكم كيما نعرف ورجعوا لهم يعني في لي كومونتير باش اوموا بعد الوحده ترتاح، يعني الاخت ترتاح احسن من اللي تقعد مقلقه ولا كتعرفوا الزعف شنو يدير. دوك انا نكمل هذا الدجاج ونرجع لكم. ايوا هنا كيما كتشوفي قطعت نقيت الدجاجه نتاعي بالخل والملح والماء. هاي وانا قطعتها يعني كميه ما شاء الله، يعني الدجاجه قريب 3 كيلو يعني الواحد يحمد ربي عليها. والكيلو هذا تاع الخروف ها هو هنا، يعني تقطيع ساهل ماهل اي مبتدئه تقدر ديره. انا نعطي دائما افكار المبتدئات كما قلت لكم السيدات المحترفات يعني ما راهم عندهم خبره، مي المبتدئات هذو هما تمشي السيده غير كيما هكا كاع. لما تقدري تشري كيلو شري رطل، ارطل وقطعيه ثاني نص كيما هكا قطعيه وديري الدجاجه كيما هكا وطيبيه. في النهار نطيبو باينه بيه وفي الليل انا ما نطيبوش. هذا مكان يعني ما اسهل وشختو ضربك راه كلشي غالي. وبالنسبه للاخوات هذو اللي ذكرتكم يعني المشاكل نتاعهم، يعني من الاحسن كي تشوفوا اخواتكم يعني كيما هكا في لي كومونتير يطرحوا كيما هكا بعض المشاكل العائليه اللي خاصتهم المشاكل الخاصه، يعني يساعدوهم. كاين مسكينه ما عندهاش من تهدر، كاين اللي ما عندهاش من تشكي، كاين اللي ما عندهاش يعني قاعده نادمه. يعني كل اخت كيفها، يعني مثلا انتم ثاني كيفها سيدات ويعني وعايشين يعني تقريبا نفس الوضع، يعني يعطوا لخياتكم يعني نفس كي نقولوا حنا الحلول ولا يعني التجميع خلال التجربه نتاعكم. هذا هي وهذا هو التقطيع تاع الدجاج تاعنا. حتى لو كان ما شريتيش كاع اللحم والدجاج قطعيه غير كيما هكا كيما كي تشوفي فيه قطعيه ما شاء الله يجيك تقطيع يعني ما عندي ما نقول فيه. ها وينا كيما كتشوفي حتى لو ما شريتيش اللحم تشري غير الدجاج ثاني يبنن. يعني ما كل سيده وتمشي على حسب ظروفها وعلى حسب ظروف زوجها وظروف عائلتها. باسكو علاه الناس ما تتشابهش، كاين اللي عندها لابي طالعه وكاين اللي عندها متوسطه وكاين اللي هابطه. يعني كل شيء على القناعه، كي تكوني قانعه والله العظيم ديري غير فتاتك دن هكا وطيبي لوليداتك وتكوني مرتاحه نفسيا والله العظيم تبان عليك. الا عندك كل شيء وانت مهمومه والله العظيم تولي حديده ماشي حديده مصديه. يعني هذه الاخوات تقطيع الدجاج بالنسبه لشهر تاع نوفمبر، ونتمنى تدعموني بليجام وتشاركوا في القناه والى الملتقى باذن الله.